ذكر حصول المقصود من شرع الحكم. ويحصل المقصود باليقين، وتارة بالظن والتخمين، وتارة مساويا، وربما يكون فائتا فما تقدما، كالبيع للحل، وأما الثاني كالحد للزجر عن العصيان، وما تساوى طرفاه فكمن تزوج الفتاة للنسل علما، وناكح الآيس للنسل جعلا لراجح ضد الحصول مثلا، والفائت استبراء فرج الأمة لمشتر قد باعها في الحضرة. وهذه جميعها قد عللوا بها، وفي الأخير خلف ينقلوا.